في كل مرة منزور فيها بلد في فلسطين بيتملكنا شعور بالحنين لماضي عريق ولأشخاص تركوا بذاكرتنا الجماعية أثر مستحيل ينمح رغم الاحتلال والتشويه اللي مرقت فيه هاي البلاد. مشوارنا اليوم لعروس البحر حيفا اللي كانت ثالث أكبر مدن فلسطين قبل النكبة واللي ساهمت بشكل كبير في بلورة الحراك الثقافي والسياسي والفني من أيام الحكم العثماني والانتداب البريطاني على فلسطين مروراً بالاحتلال الإسرائيلي وحتى اليوم. بس قبل هيك هاتوا نلتقي بصبايانا الحلوة وشبابنا الموسيقيين لحتى نبلش مشوار ستي في حيفا. يلا معنا. نائلة احكي لي شو عالق بذاكرة موروثنا الشعبي من حيفا؟ والله يا حبيبتي يا خالتي، حيفا كانت رمز من رموز الوجع، لأنه معظم أهل حيفا الأصليين غادروها عن طريق البحر. ومن هون صارت النسوان تغني التهليل، من هاي التهليل الكتير اللي بتحكي عن الوجع، بتقول ونزلت شط البحر أغسل مناديلي وتعكر علي الزمن هل كان صافيلي. هاي واحدة من الأبيات اللي كانوا بغنوها النسوان. صار البحر بعد يرمز للهجرة للتهجير. ونزلت شط البحر أغسل مناديلي أغسل مناديلي وتعكر علي الدهر كان صافي لي. يا باي يا باي يا باي يا باي. وعلى حيفا وديني كحل ببحر عيني، وعلى حيفا وديني كحل ببحر عيني، موجاته عم بتنادي تعال عندي سليني. لا 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 هيهات يا ابن العم. أول محطة إلنا في مدينة حيفا هو حي وادي الصليب، عارفة خالتي؟ عارفة إحنا وين إسا موجودين؟ هذا الحي اسمه وادي الصليب، وللحسرة يا خسارة أهلي طلعوا من هون، يعني أهلي كانوا ساكنين هون بشي عمارة بعرف شوين يعني، وهن انطحوا مثل كل اللي انطحوا من حيفا وتهجروا. والغريب انه كانوا الرجال يحطوهن بتركات يودوهن على الشمال، والنسوان كل وحده تهج لحالها.
فأمي أجت ستي أخذتها وراحوا على الناصري، وأبوي كان على وشك إنه يطلع على السفينة عشان يطلع على لبنان. واو. فبآخر لحظة بعرفش كيف النصيب جابه إنه ما طلعش على السفينة وضله جاي وطلع على التراك وأجى على الناصري. فهي مأساة أهل حيفا يعني. وطبعاً لبنان هون يعني هي شايفة السفينة هون بحجي كان بالسفن يطلعوهن يرحلوهن يرحلوهن بالسفن. كان إسا ممكن كنتوا أنتوا تكونوا بمخيم لاجئين في لبنان، مش إحنا نكون، أبوي يكون، لأنه أمي صارت كانت طالعة. أمك هيك بالناصر طالعة بالناصري وهو لحاله هون، كان يفرق شمل العيلة بالضبط للأبد. فقسم يطلع من حيفا وقسم يطلع من عكا من المينا، وكله على شقة الأقدار إنه أنتوا أبوك بآخر لحظة ما يطلعش بال بالضبط ما يطلعش على السفينة، يطلع على التراك عشان يكون مع رجال ويطلع على الناصري. الله يرجع كل غايب على بيته. آمين آمين. بيعود تاريخ حيفا إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وأسسها الكنعانيون ومرت بالعديد من الحقبات حتى تم تأسيسها حديثاً على أيدي الظاهر عمر عام 1761. حيفا اللي كان يسكنها أكثر من 70,000 نسمي تم تجميع غالبيتهن في حي وادي النسناس اللي يعتبر واحد من أبرز معالم المدينة حتى هذا اليوم. رح نميل عليه شوي ونلتقي هناك بمجموعة من سيدات حيفا، ستاتنا الأصيلات. يا الله قدي زرت حيفا وعشت بحيفا، لكن هالمرة حيفا اليوم إلها نكهة خاصة، في إلها ميزة خاصة بوجودكو بهذا العبق اللي عم نشوفه بأقدم واحد من أقدم أحيائها وادي النسناس. أنا بعرف إنه بحيفا بشكل عام عاش كثير أدباء وفنانين، بتقدر تشرحي لنا أكثر ممكن شو؟ طبعاً
المشهد الفني اللي كان زي ما انت قلتي بحيفا ثقافي. كان كتير أدباء ومفكرين ومؤرخين، كان محمود درويش، كان سميح القاسم، من إحدى الفنانين اللي ولدوا بحي وادي النسناس. بالضبط إحنا بهذا المنطقة ولد أحمد ضحبور. أحمد ضحبور خلق قبل سنتين من نكبة حيفا، وتهجر بعدين لاحقا، تهجر لسوريا وعاش بالمخيم، وله كتير قصص مع أمه تحكي له عن حيفا. وإحدى الأشياء الأشعار والأغاني اللي غنوها لإله والله لزرعك طبعا بالدار. والله لزرعك بالدار منغنيها أكيد. والله لزرعك بالدار يا عود اللوز الخضر، والله لزرعك بالدار يا عود اللوز الخضر، واروي هالارض بدمي تتنور فيها وتكبر. والله لزرعك بالدار يا عود اللوز الخضر. بعد ما عشنا أجواء أحياء حيفا وأهل حيفا، منزور أحد بيوتها الأصيلي، بيت غادة ونزار زهرة، اللي ما زالت محافظة على امتدادها الفلسطيني، وبتشوف بكل زاوية فيها حكاية من حكاية ستي وأغنية من أغنياتها. آويها مرحبا بكو مرحبا، آويها وريحة تيابكو محلبا، آويها وعيني تشوفكو من بعيد، آويها وقلبي يقولكم مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بديعة، تفضل بديعة تفضل. يا الله ما أحلى بيوت حيفا، يا الله نورت حيفا. وأنتوا أهل، يسلم أهل وصحاب. أهلا وسهلا، أهلا فيكم. أهلين. وعشان عيونكم وعيونك يا دلال، انا محضرت لكم اليوم ضيافه الاستاذ جوني منصور. يعطيك العافيه. اهلا استاذ، يسعدك يا دكتور، يسعد قلبك. يعطيكم الف عافيه. شكرا كثير لجيتك، شال المفاجاه الحلوه. اهلا وسهلا انت محلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضل. يسعدك. يعني دكتور جوني الباحث المؤرخ، كنا عم نحكي احنا على عاده الاستقبال، شو بتقدر هيك تزيد لنا؟ هي العادي يعني وصلت للمدينة لحيفا من المدن الشامية. يعني بنقصد مثلا مثل دمشق، بيروت والمدن الأخرى، علما أنه كمان كانت موجودة برضو في مصر. احنا بنطلع على كل المنطقة، بنطلع عليها بالغنى الثقافي اللي هي الخصيب، الغنى الثقافي الاجتماعي. وخصوصا بنحكي احنا عن مجتمعات اللي يعني كان ظهور المرأة بالحيز العام محدود. صح. فكانت المرأة تبحث عن الأماكن البدائل، الأماكن اللي ممكن إنه يلتقوا فيها. وكان يعني أحد أبرز
هذه الأماكن إنه ست فاضلة في المجتمع إلى مكانتها إلها دورها، تعمل استقبال مرة بالأسبوع مثلا نقول يوم أربعة أول أسبوع بالشهر مثلا. فتدعي نساء، والإشي الظريف إنه النساء لما كانوا يجوا غير إنه ست البيت تضيف وتقوم بالواجب، كل واحدة كانت تجيب معها حاجة معينة أكلي. فهذه اللي إحنا اليوم بسموها الشيرينج. أيوة. المشاركة. ما حدا يفكر ده اختراع حديث، هذا اختراع موجود بحكم التفاعل الاجتماعي. طب هات نسمع إشي ما هو بدالك، إشي من موروثنا اللي يتبع للهلال الخصيب هذا. سلمها التوم. شكرا شكرا. دكتور جوني، احكي لنا على المشهد الثقافي في حيفا. ابرز ظاهره كانت موجوده بالمشهد الفني والثقافي في المدينه اولا الصحف. عدد صحف هائل جدا كان بالبلد، 35 صحيفه كان في بالمدينه، منهم تنتين بالانجليزي. للاسف اليوم ما في عندنا بالانجليزي. مزبوط صح. تصور عندنا بالكاد بالعربي. كذلك الامر كمان نحكي عن يافا وغيرها. المشهد الثاني كثرة الجمعيات، كان عندنا 75 جمعية أهلية اجتماعية ثقافية تهتم بالمجتمع. كان في عندنا بحيفا مسارح كثيرة جدا ودور عرض سينما، وهذا اللي بفوتنا على المشهد الثقافي الفني من مدخلين. المدخل الأول الغناء، لأنه كان يصل لهون مغنين مثل فريد الأطرش وشقيقته أسمهان، محمد عبد الوهاب، أم كلثوم إلى آخره. والمشهد الثاني برضو في المسارح هو المسرح. يعني كان عندنا مسرح محلي، يعني أنا بقول مسرح محلي بحطها بين مزدوجين لأن أنا شخصيا ما بحب أستعمل كلمة محلي. إنما هو كان اسمه مسرح الكرمل، وكانوا الأشخاص اللي يمثلوا بهذا المسرح تحت إدارة إسكندر أيوب بدران. وصل بسنة 1944 هذا المسرح الحفاوي يقدم مسرحية هاملت. واو. هاي المسرحية لشكسبير تقدم لغاية اليوم على أحد مسارح لندن. صح. والأمر الثاني لما كان يصل عميد المسرح العربي يوسف وهبي لمدينة حيفا، كان يصل مع عدد من أعضاء مسرح رمسيس، المسرح الوطني المصري. طبعا. حتى يكمل المسرحية يستعين بممثلين من حيفا. من حيفا. يا الله. فشوفي أنت هالدمج اللي كان موجود. صح. فهذا كله تصوري أنت، الفن، الرسم، الغناء، التمثيل، المسرح الفلسطيني، المسرح العربي القادم من القاهرة، من مصر، أم الدنيا، أم المسرح، كله بيندمج في داخل مدينة أهل حيفا. وهذا بيأكد أنه بأهل حيفا كان في استقبال لهذا الموضوع. نص البلد كانت تستقبل الفنانين على محطة القطار. واو. لأنه يجوا بالقطار من القاهرة. هذول يسمعوهم بالإذاعة. فجأة فريد الأطرش جاي بجلالة قدره. تنزل فرق الكشاف
من حيفا، من الناصرة، من شفاعمر، من عكا، كله يصل للاستقبال. للاستقبال فرق الشام. تمام. طيب قصة أم كلثوم سميت كوكب الشرق هون، هل هذا صحيح؟ هلا أم كلثوم يعني وصلت لفلسطين 3 مرات، آخر العشرينات وحفلة، وبالثلاثينات حفلات 2. وكانت تقدم أول إشي الحفلات في يافا على مسرح الحمراء، أو في القدس على مسرح أوديسون، أو في حيفا على مسرح عين دور. لكن في الحفلة الأولى قدمتها في منتزه الانشراح، يعني في أحد العروض دخلت على مقهى اسمه مقهى الكوكب، فوقفت هناك صاحبة المقهى وقالت لأم كلثوم أنت كوكب الشرق. طبعاً هذه أنا بعتبرها فخر إلنا بفلسطين وبحيفا. هلأ إن كانت صحيحة أو كانت، لكن بالنسبة إلنا أم كلثوم حصلت على لقبها بفضل الفلسطينيين في حيفا والضيوف اللي كانوا يصلوا من بيروت، من صور، من صيدا، من دمشق، ومن الناصرة وطبرية وصفد والقدس وغيرها. طبعاً كان أكيد يتلم الحفلة. طبعاً إحنا بنحكي عن قاعة مسرح بتسع 1200 كرسي مع سقف صيفي بيفتح. سمينا إيش أم كلثوم؟ أم كلثوم غني لي، يعني نقول يا ليل غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، خليني أقول الحان يتمايل لها السمعين، خليني أقول الحان يتمايل لها السمعين، وترفرف لها الأغصان النرجس مع الاسمين، وتسافر بها الركبان طويل البوادي، طيب شوي 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 شوي، غني لي غني طول عيناي، شوي شوي غني لي طول عيناي، غني لي شوي شوي غني لي طول عيناي، لا أغني وأغني مشوارنا اليوم كان مليء بالتفاصيل والذكريات، وجميل بالناس والأغنيات. قبل ما ينتهي مشوار ستي في حيفا، حبينا نهدي بحرها إحدى أغانينا لحتى نعيد ربط الإنسان بالمكان، ونستحضر ماضي جميل رح يبقى حي ينبض في قلوبنا على مر السنين والأجيال. Oh,
فرس غالي على امه يا لالا وجيلي من يمه يا فرس غالي على على احبابه يا لالا وجيلي على